أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف، أتمنى أن تكونوا بخير. سنتابع من خلال هذا الفيديو المكان في تونس الذي يجذب كل سكان العالم، وصفوه كأنه الجنة على الأرض. لعل أغلبكم عرف هذا المكان بمجرد رؤية الصور الأولى بالفيديو. هذا المكان هو مدينة سيدي بوسعيد التي تعجز الألسن عن وصفها. هي من بين أجمل القرى في العالم، هي المدينة التي سحرت زوارها، هي العالم المثالي لدى الأوروبيين، هي المغناطيس الذي يجذب السياح من كافة أنحاء العالم، هي الجنة على أرض تونس كما وصفها الكثيرون، هي التي عجز الجميع عن وصف جمالها في النهار، فماذا عن سحرها في الليل؟ دعونا نتعرف عن هذه المدينة الساحرة. سيدي بوسعيد هي ضاحية تونسية تقع على بعد 20 كيلومتر عن تونس العاصمة، وتقع في أعالي المنحدر الصخري المطل على قرطاج وخليج تونس. تتميز المدينة بفن معماري خاص، إذ أنك تجد جل البيوت بهذه المدينة بيضاء، وأما أبوابها فهي باللون الأزرق، وكما تحتوي هذه الأبواب على نقوش وزخارف عتيقة غاية في الجمال. وتنسب المدينة إلى ولي صالح وهو أبو سعيد الباجي. تتميز المدينة إلى جانب ألوانها البيضاء والزرقاء بالمشموم التونسي وأكلة البامبالوني. وكما تحتوي المدينة على عدة مقاهي غاية في الروعة، لعل أشهرها القهوة العالية. وما من وافد أو زائر على هذه المدينة من أي مكان كان في العالم إلا وأحب هذه المدينة وتاه في سحر شوارعها المتناسقة مع ألوان أشجار الفل والياسمين التي تلقي في أرجاء المدينة رائحة كأنها سحر يذهب العقول. كذلك شواطئها النظيفة والساحرة والآمنة جعلتها مغناطيسا يجذب السياح المتعطشين لمياه بحرها الساحرة ورمال شواطئها الدافئة. أما بالليل فإن الأجواء بمدينة سيدي بوسعيد لا يمكن وصفها، فلن تصدق أنك على هذه الأرض، ستعتقد أنك بعالم آخر من السحر والروعة والمتعة. يا لها من مدينة سيدي بوسعيد، الحقيقة إنها المرة الأولى التي أشعر أنني لا أجد الكلام المناسب لوصف هذه المدينة، بل الجنة على أرض تونس. أدعوكم لزيارتها وعيش تجربة لن تجد مثيلا لها في هذا العالم. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو، الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.